هنتكلم على مباراة طلائع الجيش، وزي ما قلنا لحضراتكم ان كلنا غير راضيين عن اداء النادي الاهلي في هذه المباراة، في سلبيات لكن كمان في ايجابيات. هنتكلم بلغة الارقام، ولغة الارقام دايما بتدينا مؤشر وبتدينا كمان سكة ان شاء الله لطريق المستقبل، وما فيش افضل من كريم سعيد يكلمنا عن هذه الاحصائيات وهذه الارقام من خلال تحليله الرائع. بنرحب بك يا كريم. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وفي كل الاحوال اكيد لازم نقول مبروك، احنا كسبنا. اه اكيد احنا كسبنا، فالف مبروك طبعا للفريق والجمهور النادي الاهلي ولينا كلنا. اكيد طبعا في سلبيات، ومحدش المعظم طبعا اكيد مش راضي عن المشهد كان امبارح، الاداء اكيد، التذبذب تواصل للمباراة الثانية على التوالي، ولكن طبيعي ان احنا محتاجين نحلل عشان نفهم، عشان نقدر نطلع بالعلاج. صحيح، يعني صحيح. لازم اكيد نحلل ايه المشاكل في الفرقة، ونحلل بحاجتين، بالصورة والارقام، عشان وده اللي هنعرفه معاك. يعني الصورة والارقام عشان تبقى بس الامور واضحة، والناس يعني يبقوا شايفين الصورة بشكل جيد، عشان برضو نبقى فاهمين كويس جدا. طالما ان احنا قررنا تاني، يعني قرر الجمعة احنا قلناها بعد مباراة سيمبا، اللي ياخد او يقرر ان هو يحب يحلل اداء فرقه لازم يكون منصف ومطلع على كافه الامور، وحتى لو افترض شيء ولقى ان في حاجه بتقول له ارجع في افتراضك ده، لزاما عليك انك ترجع. صحيح صحيح، وده ده الحق، ده الحق. صحيح. يعني احقاقا للحق ان انت لما تقول راي، او انت مثلا تقيم لاعب او مدير فني في مباراه لسبب ما، وتيجي في المباراه اللي بعديها تلاقي ان في امور ظهرت جديده، احنا لزاما علينا او على هذا الشخص يقول لا والله لا، دي احنا يا جماعه احنا في نقطه النهارده لازم نقولها، عشان كمان نبقى منصفين في التحليل اللي احنا بنقوله. صحيح.